وننتقل وياكم إلى أول موضوع اليوم يتحدث عن التسامح. مشاهدينا، احنا نعرف أن ثقافة التسامح فضيلة إنسانية وإسلامية حث عليها الدين الإسلامي وغرسها في نفوس وضمائر البشر، وثقافة التسامح تعمل على إزالة الحقد والكراهية والابتعاد عن مفهوم العنف والجريمة، والتسامح يخلق جسر للتخاطب فيما بين البشر وإن كانوا أغراب. ومن أمام جسر التسامح في دبي وتحت الشيرة الغاف في حديقة الصفا أطلقت شبكة رؤية الإمارات الإعلامية فريق فرسان التسامح، اللي تهدف إلى تقديم مبادرات مجتمعية وخيرية وإنسانية لكافة شرائح المجتمع بمختلف دياناته وأجناسه. للحديث أكثر عن هذا الموضوع وفريق فرسان التسامح معاي الإعلامي أحمد بن ماجد، عضو فريق فرسان التسامح. صباح الورد أحمد. يا صباح النور. الله يصبحك بالنور والسعادة. إحنا من زمان ما شفناك. الله يطول عمرك. اليوم باستضافتك. الله يسلمك. طبعا غني عن التعريف أحمد زميلي الإعلامي. الله يسلمك. جميلة اليوم هذه الفرصة في لقائك، وبالتحديد عن الحديث عن هذا الموضوع، موضوع التسامح وفريق فرسان التسامح. نعم. هذه الصفة النبيلة والراقية، حدثنا عن هذا الفريق، متى اجتمعتوا وكيف كانت فكرة الفريق؟ شوفي يا طويلة الفريق، هي الفكرة، فكرة فرسان التسامح، يمكن خلني في البداية قبل لا أتكلم عن فرسان التسامح إذا سمحتي لي أختي مريم، أنا بتكلم عن رجل وجب يعني شكرا، وإذا في كلمة أكثر من شكرا ودي أقولها، ولكن أتمنى أن كلمة شكرا تفي حقها. هذا الرجل قبل أن أعلن عن اسمه عنده صفات القائد بالوراثة، مستمع جيد جدا، متأني، يعطيك كل وقتك، وإذا عجبت الفكرة وعجبت المبادرة مش كما جرت العادة بنشوف وبنخبرك إن شاء الله، لا on time على طول في وقته، يقول توكلي على الله ويتابع وياك ويدعمك بكل أنواع الدعم، سواء كان المادي، اللوجستي، المعنوي، النفسي، المتابعة. أنا أحب أوجه شكري العميق لسمو الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، هو الرئيس الفخري لشبكة رؤية الإمارات ورئيس مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة. هذا الرجل أبداً أبداً يعني ما يحسسك أنه من أصحاب القرار أو من العائلة المالكة. العادة جرت في كل العالم، وهذا الشيء ما موجود عندنا في دولة الإمارات فقط ولله الحمد، إن دائما أصحاب القرار أو العائلات المالكة يدخل المكان يقعد بشكل صوري بعدين يظهر بكل بساطة وتواضع، وكان يتحاور وياك، هو ياي يجلس وياك جلسة عصف ذهني وياخذ قرار وياك. فكل الشكر. كيف كان اللقاء الأول اليوم؟ أنتوا طرحتوا فكرة تكوين فريق التسامح. عبد الله الشحي طبعا رئيس شبكة رؤية الإمارات، وكل الشكر لعبد الله. عبد الله اتصل بي قال لي كلمتين، قال لي أحمد أنا ما بحط سفير وسفراء لأن هذا خلاص استهلك المعنى، وللأسف العادة أو جرت العادة أنهم يتواجدون مريم في المناسبات الاجتماعية، في المناسبات الوطنية، أو في الكثير من المبادرات أو الأحداث أو المؤتمرات زيادة عدد ويقتصر الأمر على التصوير والتغطية اللي صالح الشخص هو، لكن هل أنت لك تأثير واضح؟ هل هي مفعلة؟ هل أنت فعلا خرجت من المكان هذا بأثر؟ يعني مثلا مريم الشيباني كانت ويانا في الفريق، مريم لما ظهرت هل تمينا نتكلم من يب طاري مريم، مريم قالت ومريم سوت ومريم بتنفذ ومريم تمت تتابع ويانا على أيام، ولأنها فقط صورت وروحت. هني حرصنا في فرسان التسامح أنه يكون لكل إنسان بصمة واضحة ويكون عنده أجندة. نعم. يكون وجوده فعال. نعم. وتكون عنده أجندة واضحة. اعتمدنا أكثر شيء إذا سمحتي لي يعني بسترسل بالكلام أختي مريم، اعتمدنا على شعار اللي اختاره سمو نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد اللي هو الغافة، وفعلا اجتمعنا تحت الغافة. أكثر ما لفت انتباهي في خلنا نقول ملامح الشعار هذا العطاء. العطاء. العطاء في دولة الإمارات من تأسيسها من أيام حياة الشيخ زايد المؤسس وإلى هذه اللحظة، إلى يومنا هذا نحن دولة الإمارات يوم تعطي ما تسأل لا عن جنس ولا لون ولا ديانة ولا عقيدة ولا أي شيء أنت تتبعه، إحنا نسأل عنك كإنسان، كينونتك كإنسان، أنت بني آدم رب العالمين فضلنا عن سائر خلقه، نحن عند رب العالمين أغلى عن أي شيء، بالتالي إذا أنت غالي عند رب العالمين ما بتكون عندي غالي أنا كإنسان، فوايد حرصنا على الموضوع هذا. سويت أنا من ضمن المبادرات مريم، قلت الآن سلموا جدلا
أحمد ماجد في الشارع عنده سيارة بسيطة، لكن هذا الرجال على قد حاله. أنا بحط المثال على نفسي، ما بقول على حد، وده لكن سيارته شكلها على قولتهم خشوع شوي، يبالها ترتيب. تي مريم مثلا، مريم الشيباني، والله مريم سيارتها مثلا لكذا مثلا نوع معين في البرازات. تصير مريم للوكالة، يا جماعة شو رايكم ناخذ سيارة الريال هذا؟ طبعا انت عندك معلومات كانوا ان هذا الريال ابو عيال ومثلا مرتبه بسيط، عندي الباك جراوند ماله، شو رايكم ناخذ من كل عميل مبلغ بسيط رمزي ونسوي له سيارته؟ ايا كان يكون هذا الرجل، مسلم ما بمسلم، عربي ما بعربي، ابيض اسود، ايا كان، ونعطيه اياه في هذا العام. عام التسامح مريم، انك انت تعطين الكثير من الافكار تقدر تطبق في عام التسامح، واجمل شعور العطاء. بالضبط. ايضا رحنا لمبادره جميله، ان ريال يكون ميسور الحال في فريج معين. طيب زمان يمكن قبل الاتحاد كان في هناك تعاضد، ان يا جماعه منوها في هالفريج ريال ميسور الحال يقدر انه يلبي احتياجات الناس اللي حوله. اذا كان مثلا الناس اللي حوله في يعني في نوع في يعني في عوز او في شيء، فنحن قلنا ليش ما يكون مثلا في كل فريج او في كل منطقه رجل ميسور الحال عنده علاقات مثلا بالبنوك، عنده علاقات مثلا باصحاب القرار، عنده علاقات برؤوس الاموال. وصلتوا بيزعلون علي التيار الحين؟ هذا مثال فرضي ولا هي حقيقه؟ لا فعلا هذا الان بدانا وصلتوا ويا هاي رجال الاعمال نعم والميسور، بدانا الان نتواصل وياهم. كيف كان رده فعلهم وتجاوبهم؟ والله انا يعني متوقعها، وكانت بالنسبه لي عادي جدا. فارق طيب حضري، سدد ديون الشباب. الشيخ خليفه الله يحفظه دعم المواطنين بعشرة مليار قبل كم سنة، الشيخ محمد، الشيخ محمد بن زايد، باقي أصحاب سمو الشيوخ، لجنة التسديد هي تعزز ثقافة المسؤولية المجتمعية على كل فرد. نحن واحد، احنا مش فقط والله الدور كله على أصحاب سمو الشيوخ أو على الحكام أو على أصحاب القرار، أنت كرجل المواطنين كمواطن بأنفسهم، مش فقط مواطن، أنت رجلك أو قدمك تطأ هذه الأرض، كل من أنت عليك دور. أنت عليك دور. فكانت مبادرة يعني إن شاء الله طيبة، والآن عندنا بعد الزواج الجماعي، وعندنا أيضا تعديل البيوت بصرف النظر بدون السؤال من اللي بيتعدل بيته أو منو اللي بيتزوج. يعني حتى الزواج على غير ديانة الإسلام، نحن ما نتدخلهم، لهم يعني ترتيباتهم، ولكن نحن بناخذ الاحتفالية. عرفتي كيف؟ الاحتفالية مقدمة من فريق فرسان التسامح وشبكة رؤية الإمام. متى بديتوا كفريق فرسان التسامح؟ بدأنا فعليا وبشكل رسمي الأسبوع اللي طاف. يعني بعدكم ما نفذتوا الأفكار؟ لا، لكن لا، تعرفين مريم، نحن قبل لا نبدأ وقبل لا نعلن كانت عندنا أجندة وكنا نتناقش. نحن يمكن عندنا جروب على الواتساب دائما التحاور فيه ما شاء الله من نصبح للنمسي، كعصف ذهني بعد على طول. مريم مثلا عندها مبادرة، الكل يشارك، تطرحونها وتتناولونها من كل الزوايا. طيب مثلا ما حد قدر يجتمع، والله قدرت مثلا مريم ووحده من البنيات يجتمعون ويبلغونا ب كم عددكم احمد؟ نحن اربعه يا طويل العمر، انا لله عبد، انا وعندي الناشطه الاجتماعيه ساره صالح، بدر الشمري طبعا معروف على وسائل التواصل الاجتماعي، والدكتوره مايا الهواري تعتبر من الدكاتره اللي هم بارعين جدا في التنميه البشريه. كلكم كنتوا تعرفون بعضكم قبل الاجتماع؟ منو اللي جمعكم؟ قلت لي عبد الله الشحي. عبد الله الشحي مثل يقول هو الاب الروحي للفريق. جمعنا ووصل افكارنا لبعض، وفعلا يمكن سبحان الله يعني ما احتاج ان احنا ندوب الجليد اللي كان بينه، هو كان دايب وخالص. الحمد لله رب العالمين. ما عندكم مشكله تقبلون باعداد اخرى؟ والله شوف يا طويله العمر، انا يعني خلني اقول الى الان ان شاء الله يكون هذا النيه موجوده عند اخوي عبد الله، ولكن اني انا متاكد منها، ابى اقول لك شيء بس ابى اقول لك معلومه متاكد لا الى الان، بس ليش لا؟ لكن احنا فاتحين المجال للمبادرات. للمبادرات يعني اي حد يبادر حياه الله، الباب مفتوح. طيب استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، نحن نعرف ان نحن ما نقدر نستغني عن التطور الثوري اللي حاصل في الشبكات العنكبوتيه، كيف ايضا راح تسخرون هذا الشيء في تفعيل مبادراتكم احمد؟ هني انا بعد ابى اركز على نقطه مهمه في شبكات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بفرسان التسامح. انت ما تتكلم عن نفسك، انت تتكلم عن منظومة، انت تتكلم عن فكرة، عن رسالة لازم انت توجهها باسم الفرسان. بالفعل
يوم تنشر شيء، أنا مثلا حضرت شيء خاص بالفرسان أكيد بستخدم وسائل التواصل وبتروج أنا بعد، لكن بروج لي رسالتنا، ما بروج أن أحمد ماجد بالفعل كان متواجد في المكان الفلاني، لا لا أكيد. الآن يعني شبكة التواصل الاجتماعي صارت، أنا أعتبرها صارت أسرع من الضوء نفسه، الأداة الأولى طبعاً، الأداة الأولى للوصول للناس. نعم. أول أداء، يعني إحنا كلنا بدون استثناء الناس كلها صارت متوجهة لهذا، معلنين ومعلمين، أنا ما أقدر أقول إعلاميين لكن معلنين ومعلمين، فأكيد هذه هي الخيار الأول لنا. طيب أهم الأجندات اللي أنتوا وضعتوها في الحسبان أيضا غير هذه الأفكار اللي طرحتها أحمد، كل واحد عليه أجندة أنه يلتزم فيها ولا تجتمعون كلكم في تنفيذها؟ عندنا على تشي وتشي، ممكن نحن نتفق على فكرة واحدة أو على مبادرة واحدة ننفذها، وممكن أن تكون مبادرة فردية لكن يدعموني بنتواجد وياك. يعني الآن في مبادرة لأولياء أمور السجناء، أولياء أمور السجناء، أنا إذا هذا السجين طلع أنت كيف تتعامل معاه كولي أمر، كولية أمر؟ هني دوركم وين؟ كمجتمع أن نحن نوعا ما يكون في تدريس ولكن غير مباشر لولي الأمر وولية تأهيل نقدر نقول هي. يعني يوم يجي ولدكم أو حد مثلا ييلكم وظهر من المؤسسة الإصلاحية هذه، التعامل معه يكون نوعا ما حساس ودقيق، فتتوجهون لهاي الأسر فيتم مثل تدريبه على الشيء هذا. الشيء الثاني الابتزاز بكل أنواعه، هذه مبادرة أخرى، الابتزاز بكل أنواعه في وسائل التواصل. كيف؟ أنت تعرفين أختي مريم، ممكن حضرتك مطلعة أكثر، الابتزاز المادي، الابتزاز العاطفي، الابتزاز بأشكال الأخرى، نوعي الناس يا جماعة لا تستسلمون لأي رسائل تيكم، خصوصا هذه اللي قمنا نشوفها مؤخرا اللي تحت مسميات أمراء معينين وغيرها وللمساعدات، وهذا هي نوع من التسول أصلاً. حتى مريم القيادات الشرطية الموجودة في دولة الإمارات ما بمقصرة، خذيها من بوظبي لين الفجيرة ما بمقصرين، دائما ما يكون هناك في توعية، ولكن سبحان الله مرات يكون مثلا حد من وسائل التواصل يعني مستخدمه يكون محتاج، دائما نقول محتاج أرعن، ممكن يستسلم الأمر هذا ويطيح في شباكهم. طيب أنا بعد بغيت أسأل، هل أنتم مطالبين كفريق التسامح أو فرسان التسامح أحمد مطالبين بعدد معين من المبادرات والفعاليات طوال هذه السنة، ولا أنتم مش محصورين بعدد ما معين؟ كل كم الفترة لازم تنفذون على النوعية مريم، على النوعية. ما على الكمية، على النوعية. ممكن أنا أسوي مبادرتين في السنة لكن هذه المبادرتين تكون عريضة جدا وتخدم شريحة كبيرة من الناس. شو محتاجين منا نحن أيضا كدور في الإعلام، شو محتاجين من الناس كأفراد أيضا إذا بنقدر إحنا نتكلم أكثر ونعطي منبر أكبر لأجندتكم ورسالتكم في فريق؟ أنت قلتيها توك الآن، جاوبتي علي، عطيتينا منبر أكثر. يعني أنا كل الشكر لي سمد بي ولحضرتك وللقائمين على سمد بي على هذا دورنا، هذا واجبنا. وما تتخيلين يعني اليوم عندنا في الشبكة عرس مستانسين للشباب فالحمد لله. أولا يعني هذا أكبر دعم لنا أن قناة بهذه القامة وبهذا التاريخ أنها تستضيفنا وتتكلم. رسالتكم هي التي تستحق، رسالتكم وموضوعكم هو اللي فرض نفسه أن نحن نتطرق له ونحاول أن نحن نوصل هذه المبادرات المجتمعية اللي تقع على عاتق الأفراد وكل من يقيم على أرض الدولة في أن يوصل رسالة نبيلة هدفها التوعية عن التسامح اللي تنبذ التطرف والكراهية وتحفز المجتمع لأنه يتعايش بسلم بين جميع الجنسيات. صحيح. شكرا جزيلا لك الإعلامي أحمد بن ماجد عضو فريق فرسان التسامح، وأنا يعني إذا بغيتوا أي شيء أنا موجودة. الله يطول عمرك، ما تقصرين، عسى عمرك. وكلنا وياكم إن شاء الله في هذا أو هذه الرحلة. مشكورة. شكرا على يدك.